امبارح بالمناسبه كان النادي الاهلي اختتم تدريباته على ملعب مختار التتش طبعا استعدادا لمباراه وادي دجله، وقبل انطلاق المران اجرى اللاعبين كلهم والجهاز الفني كلهم عملوا مسحه طبيه طبعا وفقا للاجراءات الطبيه المتبعه للاطمئنان على حاله الجميع. وبرده جدير بالذكر ان فيتسو موسيماني كان عقد محاضره بالفيديو مع اللاعبين قبل ما يخوض الفريق فقره تدريبيه بدنيه خفيفه، وبعدها طبعا قام الجهاز الفني بتدريب اللاعبين على جزء الخططي اللي بيرغب طبعا فيتسو موسيماني في تنفيذه خلال هذه المباراه القادمه. وكمان قاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالنادي الاهلي تدريبات قويه لرباعي حراسه المرمى بالفريق، وهم طبعا علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، واحمد طارق. بعد ما خلصوا التمرين دخل الفريق في معسكر مغلق استعدادا لمباراه وادي دجله اللي اكيد بيسعى من خلالها النادي الاهلي لمواصله مسيره الانتصارات في مشوار الحفاظ على لقب الدوري الممتاز.